السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم درس الاجتماعيات للصف الرابع الابتدائي، وصلنا صفحة 17 الاتجاهات. أخذنا الخرائط وأنواع الخرائط، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ الاتجاهات. طبعا الاتجاهات عندنا نوعين، أصلية وفرعية. خلينا نشوف شنو الاتجاهات. تستخدم أحيانا كلمات معينة لتحديد المكان، يعني الاتجاهات شلون نستخدمها حتى نحدد المكان، يعني مثل ما نقول أمام، خلف، يمين، يسار، فوق، تحت، هذه يسموها اتجاهات، يعني عند تحديد الأشياء الصغيرة التي حولنا. إذا أردنا تحديد أماكن الظواهر الجغرافية البشرية والطبيعية بصورة صحيحة، فعلينا أن نعرف الاتجاهات من نوعين، الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. نأخذ الاتجاهات الأصلية. الاتجاهات الأصلية هي أربعة، شنية؟ شمال، شرق، جنوب، غرب. يعني فهنا تلخيص صفحة 17، يقول له المعلم، يقول للطالب الاتجاهات. شنو معنى الاتجاهات؟ شو يقول للطالب؟ يقول له يعني نحدد به المكان، يعني مثلا أمام، خلف، يمين، يسار، فوق، تحت. وإذا أردنا أن نحدد الظواهر الطبيعية يعني والبشرية، لازم عندي نوعين من الاتجاهات، الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. الاتجاهات الأصلية أربعة، عندي شمال، شرق، جنوب، غرب. شمال، شرق، جنوب، غرب. زين، ناخذ النوع الثاني من الاتجاهات الفرعية. يلا عيني، الاتجاهات الفرعية. الاتجاهات الفرعية مثل ايش الاتجاهات؟ هاي الاتجاهات الفرعية. شوفوا هسه احنا عندنا هي الجهة الفرعية، يعني هي الجهة التي تقع بين جهتين اصليتين، هي اربعة اتجاهات. شمال شرقي، هذا الشمال الشرقي الجهة الواقعة، من اسمه شمال شرقي، يعني واقعة بين من؟ بين الشمال وبين الشرق. شمال شرقي واقعة بين الشمال وبين الشرق. الشمال الغربي، هذا الشمال الغربي وين واقع؟ بين الشمال والغرب. الشمال الغربي واقع بين الشمال والغرب. الجنوب الشرقي، هذا جنوب شرقي، واقع بين من؟ بين الشرق والجنوب. بين الشرق والجنوب. الجنوب الغربي، هذا جنوب غربي، وين واقع؟ بين الجنوب والغرب. إذا حفظ هذه الاتجاهات الفرعية. الاتجاهات الأصلية هي شمال، جنوب، شرق، غرب. الاتجاهات الفرعية شمال شرقي، شمال غربي، جنوب شرقي، جنوب غربي، وهذه حفظ. زين، هسه راح ناخذ هذه صفحة 19 ما بيها شيء. كيفية معرفة الاتجاهات. كيفية معرفة الاتجاهات صفحة 20. الاتجاهات الرئيسية ثابتة لا تتغير. طبعا الاتجاهات الرئيسية ثابتة ما تتغير. يمكن خاف يسأل المعلم، يقول له الاتجاهات الرئيسية ثابتة أو متغيرة؟ شي يقول للطالب؟ يقول له لا، ثابتة ما تتغير. يمكن التعرف عليها بسهولة في النهار أو الليل، سواء كانت داخل منطقتك أو خارجها. فيمكن أن نحدد الاتجاهات في النهار أو في الليل، يعني لازم نحدد الاتجاهات بالليل سواء كانت أو بالنهار. يمكن في النهار معرفة الجهات بواسطة الشمس. هسه يقول له شلون نعرف وشنو كيفية معرفة الاتجاهات؟ لازم نقول له نحدده بالليل والنهار. شنو احكينا عن النهار، شلون نحدد الاتجاهات؟ اقول له بواسطة الشمس. فمن اتجاه الشمس تستطيع معرفة بقية الاتجاهات الاخرى، لاننا نعرف جهة شروقها وغروبها. زين، شلون بالليل تعرف الاتجاهات؟ من خلال النجم القطبي، يشير دائما هذا النجم القطبي الى جهة الشمال. فنستطيع أن نحدد الاتجاهات كذلك بواسطة البوصلة، تشير أبرتها المغناطيسية إلى اتجاه الشمال دائما، هذه البوصلة. يوم خلينا نلخص صفحة 20. أقول له كيفية معرفة شلون نقول لك تتعرف الاتجاهات، أو شلون الاتجاهات الرئيسية تكون ثابتة أو تتغير. أقول له ثابتة ما تتغير. شلون تعرفها بالليل والنهار؟ بالليل حكينا عن الليل شلون. أقول له من خلال النجم القطبي الذي يشير دائما إلى جهة الشمال، وكذلك من خلال البوصلة زين التي تشير إبرتها المغناطيسية إلى اتجاه الشمال دائما، أو إذا بالنهار عن طريق الشمس. زين، هسه ناخذ هذا النشاط أو نحله. يلا عيني، النشاط صفحة 21. اذكر اسم المحافظة التي تقع شمال محافظة بغداد. هواية تقع شمال محافظة بغداد.
مثل عدي، كركوك، نينوى، أربيل، دهوك. اذكر اسم الدولة التي تقع إلى الغرب من العراق، الأردن طبعا، إلى الغرب من العراق الأردن، دولة الأردن. اذكر اسم المحافظة التي تقع في جنوب العراق وتطل على الخليج العربي، البصرة. اذكر اسم المحافظة التي تقع إلى الغرب من محافظة بغداد، الأنبار. الأنبار، زين. نعم خلصنا الفصل الثاني، بقى بس هذه صفحة 22. يلا عيني، صفحة 22 النشاط، خلينا نحل النشاط. يلا عيني، ضع دائرة أو حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يأتي. أولا، إذا كانت الشرق عن يميني يكون الغرب عن أمامي، لو خلفي لو يساري، لا يساري، يساري، يمين يسار. اثنين، إذا كانت جنوب خلف يكون خلفي يكون الشمال أمامي، خلي أمامي، أمامي يميني يساري، لا أمامي. هنا النشاط، اختر من الحقل باء عبارة تناسب الموجود بالحقل ألف، يعني هذه الشمال الشرقي يقع، هذا الجهات الفرعية، الشمال الشرقي يقع بين جهتين الشمال الشرق، الشمال الغربي يقع بين جهتين الشمال الغرب، الجنوب الشرقي يقع بين جهتين جنوب شرق، الجنوب الغربي يقع بين جهتين جنوب الغرب. هاي عيني درسنا اليوم، وإن شاء الله التوفيق.